تستضيف العاصمة البريطانية لندن مهرجان فلسطين السينمائي. المهرجان يعرض عددا من الأفلام الوثائقية وأفلام الخيال العلمي والسينما الثورية. يهدف هذا الحدث إلى عرض الأعمال الفلسطينية على مجموعة واسعة من الجماهير، ومن ضمن هذه الأفلام فيلم اصطياد أشباح للمخرج الفلسطيني رائد أندوني الذي اختير ليكون فيلم الافتتاح في المهرجان. أعتقد أن السينما والفن يعطيانك فرصة غير عادية للاكتشاف، وأعتقد أن السينما بأسرها تدور حول المناظير، لذلك ينبغي عليك طوال الوقت أن تعيش الشكوك للبحث عن منظور جديد لقصتك مختلف يعني. الأفلام المعروضة في المهرجان تناقش العديد من القضايا في فلسطين وغزة، وهي واحدة من بين عدة قضايا برزت في المهرجان هذا العام، حيث يعرض الفيلم الروائي الطويل نادي غزة للتزلج، والذي يحكي قصة الشباب الذين يركبون الأمواج على ساحل البحر المتوسط كوسيلة للهروب من صعوبات الحياة في قطاع غزة. الكل بتحكم فيه في البحر في شيء طب أي حاجة. شهد قطاع غزة كثيرا من العنف والتوتر على مدى السنوات القليلة الماضية، وهذا ينعكس بشكل مباشر في الكثير من الأفلام التي يتم إنتاجها حوله. ما يمكنني قوله هو أنها تظهر أن العالم الإبداعي يعكس تجارب جماهيره والشعب الفلسطيني، وهذه هي الطريقة التي تخرج بها الموضوعات. بدأ المهرجان عام 1998 وتديره مؤسسة فيلم لاب غير الربحية، ويستمر مهرجان لندن فلسطين السينمائي من 16 إلى 28 من نوفمبر.